المغنية أريج، الفنانة الترابية السورية اللي نشأت ببيت فني وعائلة رافقت النجم صباح فخري والفنان شادي جميل. أريج أطلقت أغنيتها الجديدة أريج زعلانة. أهلا وسهلا أريج. أهلا فيكي. أهلا مراحب. سعد مساكن. ومساكي. ليه زعلانة؟ ليه سألتي يا ليه زعلانة؟ لا بالعكس كتير مبسوطة. الغنية كرمال أنه هلأ كتير بيحكوا عن الزعل وبيحكوا عن العتاب، فأنه إيه زعلانة. نحن مبسوطين بوجودك معنا أريج، ومبسوطين أنه رح نتعرف عليك أكثر وأكثر. نحن منعرف أنه بلشت الحكاية مع الوالد على المسرح بعزف العود، مع أنه أنت طول عمرك بتفضل الغناء. يمكن بدنا ناخذ الخبرية الكاملة منك وصولا لليوم. صراحة الوالد كان فنان، كان عازف فيولون، وكان مرافق الأستاذ نجم صباح فخري تقريبا شي 17 سنة، ومن بعدها كان مع الفنان شادي جميل كمان شي 10 سنين، فرفقهم على الفيولون وشارك كمان مع كتير نجوم مثل ميادة الحناوي، سعاد محمد، أسامي أسامي كبيرة. شارك مع كتير فنانين بالعزف، بلس أنه هو ملحن ومعلم أصول الغناء، وحتى كمان بيدرس جميع الآلات الموسيقية الشرقية كلهم. ما كان فيك ما تغني وما تعزف على 100%. يعني أنا بالأساس نحن عنا بمجتمعنا إنه بشكل عام إنه البنت ما بتفوت بدومين الفن، حتى لو كانت العائلة فايتة بالفن، بس البنت بشكل عام بتكون إنه بالبيت أكتر، تتعلم قصص هيك بتخص البيت، أو مثلا تدرس شيء اختصاص خارج عن الفن. فهلا انا كنت فيك تقولي مثل صديقته الصغيره لبي، يعني كنت رافقه بمهرجانات، رافقه بحفلات، كمان كنا نطلع معه بحفلاته، يعني مع سعاد محمد مع فنانين كثير نروح نحضر. فدائما انا كنت حب هيدا الموضوع، موضوع الغناء، فكنت اقول له انه ليه ما بطلع بغني انا؟ يقول لي بعد بكير، بعدك صغيره. كنت شارك بعزف العود، يعني كنت هون بعمر 9 سنين و10 سنين. ايه كنت شارك. هو علمك يعني؟ بصراحة أنا يعني أنا ما تعلمت أكاديميا يعني سولفيج وهيك، بس بحكم إنه البيت كله عزف وكله على السمع. على السمع. اكزاكتلي. تعلمت العود على السمع، وحتى صرت شارك بمهرجانات أعزف لونجايات بس على السمع. بدون ما أقرأ سولفيج، بدون ما أتعلم. فكان الجو كله فن، كان الجو كله موسيقى. فيك تقولي كنا نوعى على صوت الفيولون، يعني أنا لهلأ بتذكر يعني بس كنت صغيرة كنت أوعى الصبح قبل ما أروح على المدرسة على صوت الفيولون، لما يكون بي عم يتدرب، لما يكون أحلى وعي. حلو الأجواء الفنية. كان يوعينا على صوت الفيولون، أغاني كلها ترابية، يعني على أغاني أم كلثوم، أغاني وردة، نجاة الصغيرة، هو كنا يعني نقضي نهارنا كله موسيقى. شو حلو. بلس إنه إخواتي كمان كلهم درسوا فيولون، كلهم عازفين، فهيدا اللي عم يتدرب وهيدا اللي عم بيسمع له وهيدا اللي اجى من المعهد، اخواتي درسوا يعني. ليش ما حبيتي العود؟ ليش ما كفيتي؟ كفيته بس بالبيت، يعني بخصوصيه. ما احترفته. امتى وصلتي للغناء وكيف وفق لك على الغناء بيك؟ صراحه هلا الوالد الله يرحمه توفى من 14 سنه. موضوع الغناء فيك تقولي كان شغف بالنسبة لإلي، يعني كان حلم من وأنا وصغيرة، بس مثلا كنت أحضر معه حفلات، أطلع هيك على المسرح قول أنا حيجي نهار وأوقف على المسرح، حيجي نهار وغني، يعني حتى من وأنا بعمر صغير عن جد. يعني من عمر صغير حتى لما بدي أجي غني بالبيت هيك دندن لوحدي، بقعد بدندن هو أغاني الطرب، عبد الحليم، عبد الوهاب. تربيتي عليهم 100%. فقول أنا يعني إلا ما يجي نهار وغني، وغني هول القصص اللي بحبها، يعني مثل ما أنك شايفة هلأ بالساحة الفنية بشكل عام صاير الفن نوعا ما هابط. ما بتسمعي كلام حلو له معنى، ما بتسمعي لحن هيك بيلمسك من جوا بتتأثري فيه، كله إيقاعات أكثر ما يكون مغنى.
فهيدا الشيء دائما كان هاجس عندي انه انا اذا بدي اطلع غني مش هغني هيدا اللون، هغني اللون اللي انا اوريدي معوده اني اسمعه، معوده اني دندن فيه بالبيت. ف مثل يعني شو مثلا؟ مثل مثلا ليلى مراد، انا بحب اسمع كثير لها غناء قريب. اي غناء طيب اوكي. امتى حتعرف؟ لا مثلا عندي انا بحب اغنيه اللي خلتني احبك. كان حبك عذاب وقاسية وهواني ما بعده هوان، كان حبك عذاب وقاسية وهواني ما بعده هوان، لو كان الغرام بيديا ما كانش جرى اللي كان، كان حبك عذاب وقاسية وهواني ما بعده هوان، لو كان الغرام بيديا ما كانش جرى اللي كان، يا خاين مالكش امان ورتني العذاب الوان لي. اسلم صوتك. ايه فهول اغاني انا بحس انه هول اغاني ما بتموت قد ما العالم بتروح بموجه الفن السريع والرقص والايقاعات السريعه، بحس انه بتضل العالم بتسمع ام كلثوم، ليلى مراد، اسمهان، بحس انه هول اغاني ما بتموت عن جد يعني. نوي بس اغاني صعبه هودي اريج يعني، بدها صوت قوي تيأدي هيك أغاني ويوصله للجمهور مثل ما معود يسمعه الجمهور. مزبوط. كيف تعلمتي؟ مين شجعك بالعائلة؟ صراحة هلأ كيف تعلمت؟ يعني من وأنا وصغيرة، من وأنا وصغيرة بسمع 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 يعني لحد هلأ، إذا أنا مثلا عم بشتغل بالبيت، أنا وعم بشتغل برا، أنا وبالسيارة، إذا بتشوفي الأغاني اللي بحطها بالسيارة أنا وعم سوق كلياتها أغاني طرب، ما بسمع هول الأغاني يعني السريعة والإيقاعات، بحب دائما أسمع حتى إذا ما بدي أسمعهم غناء بسمعهم كميوزيك يعني كعزف، إن كان قانون، بحب الآلات الشرقية كتير غرامي يعني. إيه فموضوع الغنى كان حلم، كان شغف دائما هاجس عندي إنه أنا بدو يجي نهار وغني وبدي غني هول أغاني حصرا يعني. أول إطلالة لقلي دايما كنت فكر أنه لا أنا ما بدي أعمل أغنية جديدة مثلا أنه كلام ولحن جديد، برأيي الفنان اللي بيغني حلو وعنده ذوق حلو بالأغاني وبالمغنى منه ضروري أنه يطلع بأغنية سبيشل تيعرفوا العالم، لا ممكن أنه يغني حي لأغنية من الأغاني القديمة ويبين فيها ويبرز فيها. أصلاً هيدي الشطارة. أي. هون الشطارة. أي فبعتقد أنه يعني بعده الفن بخير يعني الحمد بعده لله. الفن بخير وبعده في ناس بتسمع هول الأغاني. الحمد لله. قدي صار لك محترفة الفن أريج؟ صراحة البداية الاحتراف كغناء كانت تقريباً من 4 سنين. من 4 سنين عملت فرقة تخت شرقي مصغرة، عود، قانون، فيولون ورق. وين هيدا الشيء؟ هيدا الشيء عملته ب يعني انا عملته بالبيت ومارسته بكافيه بمطعم مثل بروجرام اسبوعي. كان معي استاذ غني عن التعريف محي الدين الغالي، بنحييه اكبر تحيه له. كان هو بالاساس صديقه للوالد الله يرحمه، حتى شاغلين سوا. فأول ما حكيته ما كان بيعرف أنه أنا أهلي فنانين، وأنا دايماً بحرص لما أقدم حالي كفنانة ما بحب أحكي عن العائلة قبل ما أحكي عن موهبتي، يعني قبل ما أحكي عن رغبتي بالشيء اللي عم بعمله. فقلت له أنه بدي أعمل فرقة تخت شرقي وبغني، قال لي خلينا نسمع. قعدنا هيك عملنا بروفيت هيك على الخفيف، قال لي انه انت اللي عم تعمليه أريج هيدا صار نادر، يعني قليل الناس اللي بعدها عم بتغني هول اغاني وقليل الناس اللي بتفوت بهيدا المشروع انه تغني طرب قديم لفنانين كتير كبار،
بدك تكوني كتير واثقة، بدك تكوني كتير محمسة. قلت له بالنسبة للحماس ما تعت الهم، لأن هيدا الشيء شغف عندي. فقال لي ايه واي نوت نعملها. فعملنا هيك فرقة مصغرة، عملنا مثل بروجرام أسبوعي. صراحة لقيت كان يعني مع أنه كانت الفرقة كتير بسيطة، لقينا كان صدى كتير حلو، الناس اللي تفوت تسمع ترجع مرة ومرتين وثلاثة وتعلق. والناس اللي تفوت مثلا إذا فايتة مثلا على مطعم أو كافيه يبطلوا يأكلوا، يبطلوا تلاقيهم قاعدين بس عم يتسمعوا أنه خايف في حدا عم بيغني قديم، في حدا عم بيقسم قانون، في حدا عم بيقول كلام ولحن حلو. بعدنا حسيهم متعطشين. وانت جيت قدمت هيدا المادة اللي صارت نادرة، متعطشين للصوت الحلو للحن الجميل اللي هلأ فقدنا. يعني قليل أنا كمستمع، مش بس كمغنية، أنا كمان كمستمع إذا بدي روح أسهر سهرة، بدي روح على مطرح فيه بروجرام، بسأل مين عم بيغني، بسأل شو ستيل البروجرام اللي عندكم. إذا بعرف أنه هيدا ستيله من يعني هيك بنبسط فيه بالسمع، ما بحضر يعني. حسب كل إنسان وذوقه، بالنهاية الدنيا أذواق. في ناس بتحب تسمع الأشياء الحلوة، وفي ناس بتحب رقص ودبكة وهالأخبار. حتى الأشياء الحلوة الأشياء الترابية فيها رقص، يعني في بعض منا فيها رقص، أكيد مش إنه أشياء بتزهق. يعني إذا بتسمعي موسيقى أغاني أم كلثوم مثل ألف ليلة وليلة، في كتير مثلا بتونس بيك يعني بدايتها على الأكورديون، هول أغاني بتحسين رأس شرقي بحت يعني فعلا. إذا بدك تحكي كرأس مزبوط. طيب تغني لنا شي غنية عدوك هيك فيها حركة مثلا. بتمر ساعات بعد لقانا، والروح لوجودك عطشانة، توحشني عينيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية، مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك. على طول بخيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا حجيلك، من غير مواعيد ويا دوبك وبنفس الثانية بلاقي قدامي يا عينيا، والايد في الايد لما تقرب أنا بتونس بيك، لما بتبعد أنا بتونس بيك، والشوق يناديلك جوايا، وأنا بتونس بيك وأنت معايا. الله، عن جد من أجمل الأغاني. لنحكي شوي عن جديدك، عن أغنيتك الخاصة زعلاني. كلمات وألحان مين وليش تم الاختيار على هيدي الأغنية بالذات؟ ليش اخترتيها؟ هي الأغنية بالأساس لنور الهدى، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فريد الأطرش. معروف الأغنية مثلا نذكر المشاهدين. فصراحة ليش هي؟ كان الاختيار على هيدي الأغنية، كنا دايماً عم ننبش على أغنية بعد العالم ما سمعتها كتير. يعني في كتير أغاني قديمة العالم بتعرف أنت عمري، بتعرف بتونس بيك، بتعرف جانا الهوى، بس في أغاني غيرها ما أخذت حقها بالوقت هداك وما حدا جددها أو قدمها بروح جديدة 100%. وحتى كنا دايماً عم نعمل سيرتشنج على الأغاني يلي بعد ما حدا نقديها ولا حدا عادة. فكان الاختيار على هيدي الأغنية لأن بعد العالم ما سمعتها كتير، حتى في ناس ما بتعرفها. يعني حتى في ناس كان رياكشن أنه لما سمعوا الأغنية مني فكروها أغنية خاصة، بس شافوا الديتيلز تبع الغنية أنه لا، هيدي أغنية قديمة ونحن عملنا لها إعادة توزيع جديد وصورناها بطريقة فيك تقولي مودرن تتواكب الأجواء الفنية اللي نحن فيها. فايه وبلس انه انا بحب اغاني نور الهدى، بحب اغاني ليلى مراد. يعني روح نشوفها لزعلانه، شو رايك؟ اي اكيد ذكرتينا فيها قديش. ايه كنا عم نقول حبيبه، وانا طبعا نحن سامعينها بس يمكن مش بالكتره قد هدوليك الاغاني المعروفه مثل ما ذكرتي. حبينا لوكاتك كثير،
حبينا ستيلك كثير، فبطبيعه الحال اكيد بدنا نسال اذا كان في عمل خاص فيك قريبا رح بيكون. اكيد اكيد حيكون في اعمال خاصه، بس هلا حاليا عم بشتغل اكثر على كمان اغاني ترابيه ما تكون يعني معروفه كثير كثير، مثلا ما تكون معروفه او معروفه بس اديها انا بطريقتي وباحساسي، يعني نفس السيستم رح تمشي فيه هلا حاليا. حاليا بس اكيد يعني نكست ستيب حيكون عندي اغنيه سبيشال لي اكيد. كمان باللهجة المصرية ممكن تختاري الأغنية مع أنك أنت سورية يعني، وفي اختلاف كتير باللهجات، بس أول كليب قررتي تعمليه هو باللهجة المصرية. مزبوط، لأن أغلب الأغاني الترابية هي مصري يعني، هلا قليل اغاني الطرب الثقيل القدود مثلا، ايه في عندك القدود الحلبيه، انا بغني كمان لشباب اكثر، لشباب اكثر بس كمان بغني حلبي يعني. بس قالت بس قالت تاخذ شرقي وهيك انا تخيلت اكيد بدنا نسمع. اي اكيد. فوق النخل فوق يا با، فوق النخل فوق، ما ادري لمع خدك يا با، ما ادري القمر فوق، والله ما اريد ما اريد بلاني بلوى، وبالله يا مجرى المي يا بسلم عليهم عليهم، صعبان الفرقة علي يا بشتقنا إليهم إليهم، والله ما زبني وبعيونه الحلوة. شو اشتقنا لهالاغاني، شو اشتقنا لهالحفلات عن جد عن جد. وين الفرقه تبع التخت الشرقي؟ فرقت المشروع؟ لا بلا، بعده قائم. بعده؟ امبارح عملنا حفله لايف كتصوير، لتصوير يعني ما كان في جمهور. أوكي. صورناها وان شاء الله حتنزل قريبا سوشيال ميديا ويوتيوب. كان فيها مجموعة من الأغاني الحلبية، قدود حلبية مع مواويل. كمان كان في يعني مجموعة من الأغاني الطربية لكل المطربين القدام، أم كلثوم، عبد الحليم، عبد الوهاب، نجاة الصغيرة، ليلى مراد. يعني بس جرأة أريج أنه تنزلي قدود حلبية بصوت أنثى، يعني وكأنه صار القدود الحلبية يعني حكر على حكر على على الشباب. منه ضروري منغني نحن مندندن، يعني المرأة بتدندن، بس ما في حدا يمكن يتجرأ وعمل هالخطوه. بس كيف بنفسر هيدا الشيء؟ اكيد ما خص القدرات الصوتيه لانه فيها المراه يكون عندها. انا بقول الشيء اللي بتحسيه تقدري انك تبدعي فيه. اوكي. يعني بطل في شيء حكر على المراه وحكر على الرجل، المراه صارت تشتغل كثير مهن اساسا الرجل كانت اساس انه هو بيشتغلها. وحتى اذا هيدي بغير مهن انه بالفن، كيف اذا الفن في كتير مطربين شباب غنوا لمطربين بنات، فوينت انه بنت تغني قدود حلبية اذا بتلاقي هي حالة قادرة انها تقول المقامات حتى لو ما كانت دارستهم. هلأ في كتير مطربين بدون ذكر اسماء ما دارسين موسيقى، ما دارسين مقامات، بس عندهم عرب بتعقد وعندهم اداء رائع. ما ننسى انه في موهبه اوقات بتكون طاغيه يعني على اي شيء ثاني. من هون بنحكي عن ضروره انه دائما موهبتك ودائما الشيء اللي انت بتحبي انك تعمليه وبتحسيه كوني اكيده انك حتابدعي فيه. أكيد. بغض النظر ان كان لشاب او لبنت. طب من شوي أريج قلت انه الاغاني اللي عم تنطرح هلا بالسوق لا كلام ولا لحن، وذكرت قلتي لنا انه هيدا مشروعك يعني بالمستقبل انه يكون مزبوط. عندك اغانيك الخاصه. كلام مين بشدك؟ لحن مين صراحه بتتمنى تغني يعني بصوتك؟ يعني في كثير اسامي، اذا بدي اذكر يعني اذا بدي اذكر شخص او شخصين بتظلم الباقيين،
بس مثلا حتى انا ما كثير بحفظ اسامي على فكره، يعني ماني حافظه اسامي كاتبين او ملحنين، شعراء وملحنين. بس مثلا في اغنيه هيك من فتره كنت انا عم نزلها تيك توك وانستا وكذا، الحان الاستاذ سمير صفير، اغنيه في ناس، في بشر ناس وفي بشر مش ناس. تخيلي هيدي الاغنيه قد ايه قديمه وما حدا غناها اصلا غير استاذ سمير صفير، بس كلامها يعني حتى اذا بدي غنيها انا بعتقد بدي ادرب عليها، يعني لانه هي يعني هي فيها جمل كل جمله بتختلف عن الثانيه وبتختصر لك كل شرائح المجتمع باغنيه واحده، تعطيكي كل اصناف البشر، انه في ناس لو سهرت مع الوالي عندها وزن بالجوهر بينقاس، في يعني بيحكي لك نفسيات البشر، داخليات البشر كلها باغنيه واحده، بلس انه لحن بيعقد. فهيدا من الالحان انا بالنسبه لي مميزه وبحبها كثير هيدي الاغنيه. في كثير ملحنين صراحه يعني عندهم الحان بتجنن وكلام بيجنن، ممكن يصير في تعاون بالايام ان شاء الله. اكيد بالتوفيق يا رب. بدنا نحكي اكثر عن فنك وبدنا نسمع صوتك اكثر واكثر، بس بريك وبنرجع لكم مع أريج. اوكي بعد حلقتنا وبنهايتها اكيد بنهايه الويك اند اللبناني عم نختم مع فن راقي جدا مع المغنيه أريج. رح نكفي حديثنا معها اكيد، وبدنا نسالك عن دراستك أريج. صراحه انا بس توفى بي، درست بكليه الفنون الجميله عنا بسوريا بحلب، مهن يدوية، حرف يدوية مثل رسم على المرايا، حفر على الخشب، تطريز، شكل خرز. كله فن بفن. فكمان كنت حب هول القصص، هول الرسم، كنت حب الرسم على المرايا حصرا. بعدك عم خلقيك؟ ايه بعدك عم تمارسي نفسك. بعدني بتسلى اوقات ايه هيك بالبيت، مثلا مثل عندي مرايه بالبيت بعمل برسم عليها ديزاين معين مثلا هيك، او اذا بدي اعطي حدا كادو بحب اعطيه شغله من شغل ايدي. انت شغلتي ايه. العائلة الفنية اللي كلهم فنانين، في واحد من أخوتك قائد أوركسترا. مزبوط، خيل صغير، أصغر واحد براق تناري، هو ملحن وموزع موسيقي ومايسترو بدار الأوبرا بسوريا، وله نشاطات كتير بدار الأوبرا بمسارح متعددة يعني بسوريا وبرا سوريا، بلس كمان بوتريات سوريا، هو احد اعضاء استوديو وتريات سوريا حاليا مع استوديوهات فايز السعيد بدبي. اي فهيدا توأم روحي. قد ايه بتاخذي رايه باعمالك؟ قد ايه اخذتي رايه بزعلان؟ هو صراحه فيك تقولي اكثر المشجعين لإلي بهيدا الستيب اني انا غني، لأن هو كان مرافقني بهيدا الشغف، كان دايما يسمعني أنه عم غني، يعني أنا وعم بطبخ بغني. حتى فيك تقولي لما أكون بدي أعبر عن شيء أنا حاسسته، يعني بدون شعور بتلاقيني عم أعبر بأغنية بالشيء اللي أنا حاسسته، يعني مثلا إذا مضايقة بتلاقيني عم غني أغاني حزن، إذا فرحانة بتلاقيني عم غني أغاني فرح، إذا حدا زعلانة منه مثلا، زعلانة من جوزي أو مثلا بغني له أغنية إنه زعل أي بلط شو فيها مش زعل هو بيعرف إنه أنا بعبر بالغنى،
فخلص انا ما بتوصل المسج 100% أوكي. يعني ما بعيتبه بالحكي، بس انا وعم بعمل فنجان القهوه وانا وعم حضر العشاء بتلاقيني عم غني له مظلومه يا ناس مظلومه مظلومه. أريج كيف عم بيكون التأثير؟ ايه لا بتتصالحوا يعني؟ ايه بصير بيضحك، خلصت القصة. ايه بصير بيضحك. حتى اوقات مثلا بنكون بالسيارة بتلاقيني عم بحط اغنية بقول له طالع عبالي اسمع فلان غنية، بقول لي هات لنشوف سمعينا، بحط اغنية عن الشوق بقول لي لمين مشتاقة؟ لمين مشتاقة؟ بقول له عفاك مشتاقة لخيي مثلا، او مشتاقة لحدا مثلا لامي، ومشتاقة لحدا. بتلاقيني بسمع او بغني الاغاني يلي بتكون عم تعبر شو عم حس هلا عن حالتك النفسية. هلا سيري وانفتحت أريج، قديش الزوج بيكون داعم لزوجته اذا كانت عن جد فنانة وعم بتقدم فن راقي؟ قد ما بدك. هلا فيك تقولي مش كل الرجال بيدعموا، صحيح، مش كل الرجال بيشجعوا المرأة انه يعني تنفذ الشغف تبعها وتحوله لمهنة حصرا، يعني مش بس انه تمارسيها كهواية، انك حتى تمتهنيها وتكفي فيها باقي حياتك وتتركي كل البزنس اللي انت بالاساس بنيتيه. مش بس هيك، العيلة كمان ما ننسى انه الفن مسؤولية، ومش دائما في تواجد بالبيت وفي سفر وتضحية 100% وارهاق كمان. ارهاق يعني امبارح تخيلي للساعة 3 وجه الصبح، نحن ست ساعات قلتي انك ست ساعات بتسجل. من 9 ل 3 بس عم نعمل، يعني رحنا عم نسجل وما عاملين بروفات، تخيلي. فدغري بروفا ودغري تسجيل، بروفا وتسجيل، فبيصير في تعب اكيد، بيصير في ارهاق، بس حلو بس التعب. كله فدا الشيء اللي انت بتحبيه. لما يعني انا بعتقد اي انسان بالحياه اذا بينبش جواته شو اكثر شيء بحبه وبيتخذه مهنه، نوي انك تحسي بتعب. صحيح. حتى لو عم تشتغلي 24 ساعة، حتى لو ما عم بتنامي، لو حسيتي بتعب بتضلك مبسوطة من جوا، تعبك بتلاقي صحيح. فيه متعة، قلة نومك آخر همك. يعني أنا مبارح ما نايمة غير 3 ساعات، دغري وعيت اليوم عم جهز حالي، في عندي مقابلة، مبسوطة، ما عندي مشكل بالتعب، ما عندي مشكل بالميك اب كيف بيطلع، ما عندي مشكل بطلع شعراتي مثل ما هني. عم تمارسي شغفك، عم تمارسي شيء انت بتعشقيه مش بس بتحبيه. وانا يعني اوكي العزف بحبه، عندي بيانو كمان بالبيت هيك بدندن عليه اوقات، بس بالنسبه لي الغنى يعني شيء ثاني، شيء موضوع ثاني. تواجدتي بمهرجان جرش، مهرجان كثير كبير، احكي لنا عن وجودك هون. مزبوط، هيدي كانت صدفه صراحه. انا حدا حشور كثير بالسوشيال ميديا، وكان عندي فرقه، قلت لي كان عندي فرقه تخت شرقي صغيره، بطلع مثلا هيك حفلات، يعني حفلات مصغره فيك تقولي، مناسبات مصغره. ف كنت دائما شير الحفلات اللي كنت اعملهم انستا فيسبوك لشوف رياكشن الناس، عم بيحبوا هيدا الشيء اللي انا عم اقدمه ولا عن جد الفن راح، بتقولي انه بطل في فن. فكنت شوف دائما فيوز كومنتس من العالم انه رجعتينا للزمن الجميل، رجعتينا للكلمه الحلوه، للحن الحلو. شوي شوي بيحكوني، بيتواصلوا معي اكاديميه الموسيقى العربيه ببريطانيا بلندن، بيحكيني المايسترو تبع الاكاديميه الاستاذ علاء مجيد، بوجه له تحيه كبيره، بيقول لي انه حبيت اللي عم تعمليه، كثير سمبل، كتير يعني كل شيء كان فيه بساطة، إن كان يعني كنت غني أنا وقاعدة، يعني ما كنت غني أنا واقفة أمسك الميكرو، كنا قاعدين هيك فرقة حد بعد كيف الأصحاب وقاعدين عم بيدندنوا، هيك كنا نشتغل. فأنه أنت قاعدة بكل بساطة وعم بتغني رواء، ما عم تبذلي مجهود حتى أنك يعني تأدي بطريقة أنه بدك تبيني الصعب، لا، عم تقوليه مثل ما هني هو الأغاني، عم تسلطني انت وعم بتغني. فاقترح علي انه نحن بعد جمعه، تخيلي بيقول لي نحن بعد جمعه حنطلع، يعني مدعوين من قبل
مهرجان جرش انه نشارك نحن كفرقه الاكاديميه ان نشارك فيها. فشو رايك تشاركي معنا بسولو لأم كلثوم؟ قلت له اكيد يعني هيدا الشيء بيشرفني انه انا اوقف اول شيء على هيك مسرح وشارك بهيك مهرجان، انه ما كان عندي سابق مشاركه بمهرجان كبير مثل هيدا. فقلت له ايه اكيد ام شور بدون تفكير. فقال لي اوكي جهزي حالك بعد 4 ايام حتكوني معنا بالاردن. قلت له اوكي ام ريدي. دغري سافرنا بروفيت لمده 5 ايام صبح عشيه صبح عشيه. قدمت اغنيه الف ليله وليله وغني لي شوي شوي. هول اغاني حتى كمان الف ليله وليله كانت من اختياري انا. يعني هو استاذ علاء قال لي انت شو بتحبي تغني لحتى نجهز. هيدي كانت لفته كثير حلوه منه، انه انا بدي اياكي تغني، مش انه انت طالعه تغني بس لاجل بدك تشاركي، بدي اياكي تغني شيء اللي انت بتحبيه. انت مبسوطه نقي الاغنيه اللي انت بتحبيها ونقي حتى المقطع اللي بدك اياه. فانا نقيت هيدا المقطع اللي شاركت فيه بجرش، وكانت مشاركة بتعقد. وكانت الإدارة إدارة الأكاديمية إدارة الفرقة كانت الأستاذة سناء القلوسي، كمان بوجه لها تحية. كان في خوف إنه توقفي قدام جمهور جرش؟ صراحة كنت متوترة كتير، بس راح التوتر من وراء البروفات المتواصلة. يعني كان في بروفات مكثفة صبح عشية، وكل بروفة لا تقل عن 4-5 ساعات. فكنت متمكنة جدا. فوصلت للمسرح ردي أني أنا أوقف. وإذا بتنتبهي وأنا ما عم غني الأغنية نص الوقت أنا مغمضة عيوني ماني شايفة الجمهور. تخيلي ماني مركزة أنه مين حوالي. خلص رايحة عايشة الحالة. أكيد من أجمل التجارب يلي عشتيها. 100% كانت تجربة كتير حلوة بالنسبة إلي، وإن شاء الله أكيد رح تنعاد، لأن من بعد الأغنية كتير صاروا يحكوني أنه عروضات مشاركات بمهرجانات. عينك على أي مهرجان؟ على أي مسرح؟ صراحة عيني عليهم كلهم أكيد. بس يعني أنا بحب، يعني أنا غرامي بحب غني على مسرح مثل أوبرا مصر، يعني مسارح الكبيرة، المسارح اللي يوقفوا عليها النجوم. أي. اللي بتجي الناس لتسمع، مش مثل أنت مثلاً عم بتغني بريستوران أو اللي جمهورهم بيكون فعلاً جاي قاصد أنه يسمع فن حلو، ليسمع ليتذوق الفن. مش بس أنه يلا رايح نسمع بروجرام وهيك. بس احنا حابين نسمع شيء هلأ. Yes. قبل ما يفوت الأوان. أنا بحب أغاني أم كلثوم كتير. كلنا. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان، لسه فاكر كان زمان، كان زمان. الله الله. شو جديدك أريج؟ لشو مخططة هلأ بعد زعلان؟ صراحة عم خطط لألبوم بس كامل متكامل بالزمن الجميل. بده بس وقت كتير تختاري الكلام اللي بيلبق للستيل اللي أنا فيت فيه، لللاين اللي بدي أمشي فيه. بده وقت كتير لاختار كمان الألحان.
لأن حتى لما بدي أختار أغنية يعني بحس إنه أنا ما رح أختار أغنية بس إنه بتتماشى مع الجو. دائما بينعرض علي أغاني إنه اسمعي هيدي الأغنية بتلبق لك، بقول لهم أوكي هات لا أسمع، بشوف إنه الكلام ما بحس ما بحس لا بالكلام ولا باللحن، ما بيلمسي ما بيلمسني اللحن، حتى لو كان الريتم رايق هي الفكرة مش كريتم رايق أو سريع، الفكرة بالمضمون يكون في جمل موسيقية أكيد. باللحن يكون في كلام فيه في ستوري عم تنحكى، في كلام له معنى عم ينقال، مش صف حكي مثل ما بيقولوا. يعني مش هدفك الشهرة أليش، ما هدفك التواجد الدائم؟ صراحة أنا هيدا الموضوع أنا عم مارسه لأن بحبه. يعني بس هالقد عم ياخد من طاقتك ومن وقتك؟ ما عندك قد ما تتخيلي بياخد من وقتي من طاقتي من عائلتي أكيد. من اهتمامي بابني، عندي بيبي صغير الله يخليك يا فبس أنا بالنسبة إلي عم بعمل شيء بحبه، عم بعمل شيء يعني فيك تقولي عم بتلزز بكل ثانية عم بقضيها. فما كتير بفكر انه اذا بوصل بعد شهر او بوصل بعد 10 سنين، المهم توصلي بالطريقة، المهم اوصل بالطريقة صحيحة. حتى لو كان عدد الاشخاص يلي تفاعلوا معي هن قليلين، بس انا بكتفي بهول الاشخاص عن الكتار يلي ما بيعني لي انه هيدا الجو. بكتفي حتى لو كان العدد قليل بس انه هيدا الستيلي وهيدا اللي بيشبهني، هيدا الشغل الصح. شرفتينا أريش، حبيبة بالتوفيق. عندك كمان شغف كتير كبير للمغنى، صوتك كتير حلو. بالتوفيق يا رب، ومن مرسي. أحسن لأحسن من نجاح لنجاح. مرسي لألكم على الاستضافة الحلوة، بسطت كتير بالحديث معكم، حسيت هيك عم بحكي مع أصحابي أكتر ما أنه نحن بإنترفيو. أهلا وسهلا، هيدا المطلوب. شرفتينا أريش كمان مرة مرسي. وشكرا يا حبيبة على ساعتها.